أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية استمرار تراجع شعبية الأحزاب الحاكمة في إسرائيل، في حين أن شعبية أحزاب المعارضة خصوصا حزب المعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس تحقق المزيد من التقدم. وخلال الأسابيع الماضية كشفت استطلاعات للرأي في إسرائيل أنماط التصويت في ظل الأزمة الداخلية بشأن خطة التعديلات القضائية والتوترات الأمنية الأخيرة. وتشير تلك الاستطلاعات إلى أنه في حال أجريت انتخابات الكنيسة اليوم فإن أحزاب المعارضة تحصل على أغلبية برلمانية مكونة من 68 مقعدا، فيما يتصدر حزب المعسكر الوطني نتائج متفوقا على الليكود برئاسة نتنياهو ويش عتيد برئاسة يائيل لبيد. أرحب مباشرة من الناصرة بالمختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس، أهلا ومرحبا بك معنا سيد فايز، كل عام وأنتم بخير. أبدأ معك بهذه الأرقام التي صدرت في هذا الاستطلاع، إلى أي مدى تعكس الواقع فعليا في الشارع الإسرائيلي؟ كل عام وأنتم بخير. عمليا أستاذ الكريم، هذه الاستطلاعات الرأي وفي الشهر الأخير ما زالت يعني تعطي تقريبا نفس النتائج. هذا أكبر دليل على أن شعبية نتنياهو والليكود وأحزاب اليمين المتطرف بشكل عام بدأت بالانخفاض بشكل طبعا يقلق نتنياهو ويقلق شركائه في الائتلاف الحكومي. عمليا هذه الكتلة، كتلة ائتلاف نتنياهو التي تشكل اليوم 64 مقعدا، هي تهبط إلى 52 مقعدا. هذا يعني خسارة اليمين 12 مقعدا، هي ستذهب إلى حزب بيني غانتس المعسكر الرسمي وإلى الأحزاب الصغيرة أيضا مثل حزب ميرتس الذي لم يجتاز نسبة الحزب واليوم يحصل على 6 مقاعد وهو من الأحزاب اليسارية في إسرائيل. هذا يعني أن اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو بدأ يفقد السيطرة وبدأ يفقد المصوتين والدعم الذي حظي به هذا الحزب خلال الانتخابات الأخيرة. إذا ما نظرنا أيضا إلى بن غفير، هو بصعوبة يجتاز الآن نسبة الحسم بعد أن حصل على أكثر من 7 مقاعد في هذه الكنيسة. هذا يعني أن اليمين الإسرائيلي وليس فقط نتنياهو بدأ يخسر كثيرا، وهذا الأمر طبعا له عدة أسباب. الأهم تحديدا في الأسباب ضعف الجهاز تحديدا في الأسباب سيد فايز إذا سمحت لي، هل فقط نتحدث عن مسألة التعديلات القضائية ونتحدث عن الوضع الأمني كأسباب رئيسية لأسباب التراجع لليمين المتطرف، أم أن هناك لربما تيارات بدأت تسبح في العمق الإسرائيلي للتخلص من اليمين المتطرف لخطره على الدولة اليهودية، وبالتالي هنا لربما نتحدث عن سيناريوهات أكبر من الحديث عن مسألة فقط تعديلات قضائية ووضع أمني؟ هذا صحيح، ويمكن إثبات ذلك يعني بشكل واضح. عمليا الإصلاحات القضائية التي يدعي نتنياهو بأنه يريد من خلالها إصلاح الجهاز القضائي، هو هذا كذب يعني، لأنه هو يريد من خلال هذا الإصلاح الحصول على مكاسب شخصية بسبب ملفات الفساد. الأمر الآخر هو فقدان الأمن والأمان، فعلا هذا صحيح، لكن هذا كان في الماضي أصعب بكثير هذا الوضع ولم يؤثر كثيرا على أحزاب اليمين. لكن الشيء المهم، أنا على قناعة أن من يقود هذه المظاهرات اليوم والاحتجاجات هم من أحفاد أو أبناء من أسسوا إسرائيل، وهؤلاء من الأشكناز، من الطيارين والعلماء، علماء الحاسوب، وأيضا من يعني الشخصيات المهمة في إسرائيل التي بنت وأوصلت إسرائيل إلى ما وصلت إليه إن كان عسكريا أو اقتصاديا.
لذلك أنا يعني، وأن تقوم حكومة برئاسة نتنياهو، طبعا هو من الأشكناز، لكن أغلبية الشركاء في الائتلاف الحكومي هم من الشرقيين الذين طبعا لا حتى لا ثقافة لهم ولا دراسة لهم، وإنما هم يجيدون الصراخ والشتائم. وهؤلاء من يقودوا هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات هم لا يريدون هؤلاء أن يقودوا إسرائيل. لذلك نرى أنه حتى هناك من دعم نتنياهو وبن غفير في الانتخابات الأخيرة، لكنهم وصلوا إلى القناعة أن هذه الحكومة لن توصلهم إلى أي شيء، على العكس تماما. نعم. لذلك هم عادوا إلى طبعا إلى الأحزاب المركز أو اليمين الليبرالي اللي نسميه إذا صح التعبير، نعم. وبشخصية مثل بيني جانس، وهو من الأشكناز ومن الشخصيات المهمة أمنيا. أنا بعتقد أنه اليوم المعركة هي ليست على الجهاز القضائي فقط، وإنما هي من يقود إسرائيل في السنوات القادمة. أنا حتى وإن ألغى نتنياهو كافة الإصلاحات القضائية، أنا على قناعة أن المظاهرات ستستمر حتى إسقاط حكومة نتنياهو. وطبعا هذا يعني أن من أسس ومن يقود إسرائيل على المستوى الشعبي الآن هم لا يريدون هؤلاء أن يبقوا في السلطة، لأنهم يعتقدون أن بن غفير وسموتريتش ودودو أنسلم وميري ريجب سرقوا لهم هذه الدولة. نعم. هم على قناعة بذلك. لذلك أنا أعتقد أن المطلوب الآن ليس الجهاز القضائي بالنسبة للاحتجاجات، شكرا، وإنما رأس نتنياهو السياسي، وهذا ما سيحدث لو جرت الانتخابات حتى بعد عام، لأن نتنياهو الآن هو فقد شعبيته بالكامل داخل إسرائيل، داخل أراضي 48. وصلت الرسالة، وأشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة المختص في الشأن الإسرائيلي. فايز عباس.